ايه اللي بيحصل؟ انا هنا هشتغل، هبند يعني هطلب طلب، هعمل ايه؟ هعمل طلب. الطلب ده يحصل له فولفيل يعني تمام، يحصل له ريجكت يعني مش تمام، يعني من الاخر يا سكسس يا ايرور. ماشي شباب؟ يحصل له سكسس يحصل له ايه؟ يحصل له ايرور، يعني يا يكمل يا يقف وما يكملش، يقف وما يكملش. لو كمل بنشتغل حاجه اسمها ذن، او بنشتغل حاجه اسمها سكسس، او بنشتغل يعني تمام في الطريقه التمام. لو ضرب بنشتغل في الكاتش او في الايرور، في الحته اللي فيها مشكله. تمام كده؟ حلو. اللي هي تراي كاتش يعني؟ لا، اللي هي زي مثلا ايه؟ لو رجعنا كده للموديل اللي احنا عملناه، شايفين دي؟ ده امر بياخد وقت، اللي هي ارتكل دوت سيف، اللي هو بيعمل بص على السيرفر. فعندي لو فول فيل يعني تمام هيشغل السكسس، لو حصل اكسبشن او ايرور هيشغل الايرور. ماشي؟ يبقى عندي هنا ايه الفكره بتاعت الويت بقى بتحصل ليه؟ لان احنا منتظرين، وبالتالي انا منتظر، فانا مش عارف الرد هيجي امتى. فبعمل الكود اللي هيشتغل لما يبقى تمام، واعمل الكود اللي هيشتغل لما يبقى مش ايه؟ مش تمام لايرور. لان انا ما اقدرش حد اقول له ابعت طلع لي رساله، ما في، ما هو ابعت دي هتاخد وقت. فلو قلت له طلع لي رساله بتاعت اوكي، هيطلع رساله من قبل ما يروح يبعت اصلا. وبالتالي احنا مضطرين ان احنا نعمل النظام بتاع ان لازم الكود اللي بياخد وقت يبقى معاه فانكشن بترن لما يبقى سليم، وفانكشن بترن لما يبقى مش سليم. خلاص؟ علشان ده بياخد، عشان الامر ذات نفسه بياخد، عشان الامر ذات نفسه بياخد ايه؟ بياخد. افهم لكم مثال، اديكم مثال كده بحب اقوله دايما بسيط بعيد عن التعقيدات. انا هعمل عملية بتاخد وقت، يعني مثلا راح أقدم ورق في الحكومة، مثلا رايح أجدد الباسبور مثلا، فالعملية دي تاخد لها مثلا ساعة أو ساعتين، أو ممكن تاخد لها يوم أو يومين، أي وقت. فأنت المفترض هتقدم الورق، مش هيرد عليك في ساعتها يقول لك أه ولا لا، مش هيحصل، لكن هياخد شوية وقت على ما يعمل الورق وبعدين يرد عليك، هياخد الورق وقته يرد عليك. هي دي الفكره، دي بنسميها احنا ايه؟ الكول باك. بنسميها الكول ايه؟ الكول باك. يعني انا بقول له خد الورق اهو، ولما يبقى اوكي بيبلغني، بيبلغني دي اسمها الكول باك. وصلت؟ تمام. فانا عايز اعمل هنا ببساطه، ببساطه وبدون تعقيد خالص. هنا طبعا لما يخلص هيعمل سكسس او طبعا هيعمل ايرور. طب انا عايز اعمل الفكره بتاعت ايه؟ انا هنا في الارتكل بقول له روح اعمل لي اد ارتكل، صح؟ عايز اقول له اعمل لي كول باك، يعني ايه؟ لما تعمل اد وتخلص رد عليا.